ترون يا حضرات المستشارين أن التهمة واضحة كل الوضوح، ثابتة بما لا يدع مجالا لقول جديد، ثابتة من أقوال الشهود، ثابتة من اعتراف المتهمة بالقتل والاعتراف سيد الأدلة. إذا كانت المتهمة قد لزمت الصمت أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة، إذا كانت قد أحاطت نفسها بهالة من الغموض المثير، فإنما كان ذلك مجرد تمثيلية بارعة أرادت بها المتهمة أن تستسير الاهتمام وأن تستدر العطف. إنها لا تجد شيئا تقوله لكي تبرر جريمتها الشنعاء. لهذا فإنني أطالب عدالتكم بأن تأخذوها بمنتهى الشدة، فقد حاولت أن تضلل العدالة بتمثيلها وصمتها وألاعيبها، فمن الحق إذن أن تنال جزاءها العادل وأن تحكموا عليها بأقصى عقوبة يسمح بها القانون. الكلمة الآن للدفاع. يا حضرات المستشارين، قد يبدو للنظرة السطحية أن مهمة الدفاع في هذه القضية عسيرة شاقة، فأمام اعتراف المتهمة بالقتل قد يقال إن الدفاع لا يملك الحق في المطالبة ببراءتها. ولكن هل أنا في حاجة أن أذكركم يا حضرات المستشارين بأن المتهم قد يعترف كذبا بالقتل لحماية القاتل الحقيقي أو يفتديه؟ وقد يقتل الإنسان دفاعا عن النفس أو عن العرض أو عن المال، وفي هذه الحالة يكون القتل عملا مشروعا بحكم القانون. لا يكفي إذن أن تقول المتهمة أنها قتلت لكي نحكم عليها بعقوبة القتل، ولكن علينا أولا أن نعرف الظروف التي دفعتها إلى القتل. كده يا عمي أخرتنا زمان، سمير بيترفع دلوقتي. برضه أنا أخرته والعيال اللي فيه كنت عارف فيها أطرده. دي أول قضية مهمة لسمير بيترفع فيها. ربنا يوفقه يا بنتي. كان يجب على النيابة أن تتريث قبل أن تقدم لحضراتكم هذه القضية المليئة بالثغرات والنقط الغامضة، وقد عجزت النيابة عن أن تجلو هذا الغموض أو أن تكشف عن الدافع إلى الجريمة. إن الإنسان لا يقتل بغير دافع يا حضرات المستشارين، والمتهمة تعلم أن إصرارها على الصمت بعد اعترافها بالجريمة يعرضها إلى أشد العقاب. أن يكون هناك دافع أقوى من العقاب نفسه يمنعها من الكلام. ما هو هذا الدافع؟ لماذا قتلت هذه المتهمة؟ ولماذا تصر على الصمت؟ ما هو السر الغامض وراء كل ذلك؟ هل هناك شخص أو أشخاص تريد حمايته؟ هل في ماضيها القريب والبعيد تفسير لهذه الجريمة؟ هذه أسئلة بقيت بغير جواب، وكان يجب على النيابة أن تجد لها جواباً قبل أن تدفع بهذه المتهمة إلى ساحة القضاء. لقد قضت النيابة أياماً طويلة وهي تحاول حمل المتهمة على كلام. ماذا كانت تصنع النيابة؟ هل يتفضل الدفاع فيدلنا على وسيلة التي كان على النيابة أن تلجأ إليها؟ النيابة هي المكلفة بإقامة الدليل، وكان عليها أن تستكمل جميع عناصر القضية قبل أن تتقدم بها إلى القضاء. لقد قدمنا الأدلة المادية، ولكن الدفاع لا يرد عليها إلا بخطبة حماسية جوفاء. أنا لا أقبل هذا الكلام من حضرة النائب المترافع، ولا أقبل أن يقاطعني. أنا لا أقاطع يا حضرات المستشارين، إنما أرد على هجوم الدفاع. أنا شايف إن مركز سمير حارق في القضية، ولو شايفك حيرتبك أكتر أفضل إنك تروحي. حضرتك شايف كده يا عمي؟ أيوة أنا شايف كده. حاضر. وتتريث قبل أن تسوق هذه المتهمة إلى قفص الاتهام يحوطها الظلام الذي يسود محاضر التحقيق. النيابة تحتفظ بتعليقها إلى ما بعد انتهاء الدفاع. اتفضل يا أستاذ. إذا سمحت المحكمة ألتمس 5 دقائق استراحة. وهو كذلك رفعت الجلسة للاستراحة. اسمع يا ابني، أنا عايزك تطلب تأجيل القضية دي. ليه يا بابا؟ أنا شايف إن مركز المتهمة المسكينة أصبح ضعيف، وأحسن نستعين بحد من المحامين الكبار علشان يساعدك.
أنا مستعد أوكل معاك المحامي اللي أنت تطلبه. غريبة، لكن إيه يا بابا سبب اهتمامك بالمتهم النهاردة؟ يا ابني أنا قلبي عليك، لو حد من المحامين الكبار خسر القضية مش هتأثر على مركزه، لكن أنت لسه في مستهل حياتك. أنا متشكر يا بابا، لكن أؤكد لك إن مفيش أي محامي تاني ممكن يعمل حاجة أكتر من اللي هعمله. بلاش يا ابني القضية دي، أرجوك تطلب التأجيل. إيه الكلام ده يا بابا؟ المحكمة يستحيل توافق على التأجيل بالسهولة دي. محكمة! اتفضل يا أستاذ. كنت أتحدث يا حضرات المستشارين عن الدافع إلى ارتكاب الجريمة، وما دامت المتهمة قد آثرت الصمت والكتمان فلنحاول أن نتلمس هذا الدافع من ظروف القضية. وأنتم تعرفون جيدا من هو المجني عليه، إنه ذلك المبهم العريق، وقد هاجم المرأة المسكينة الضعيفة واقتحم عليها مسكرها، ومن يدري أهو أراد أن يسلبها مالها أو يعتدي عليها. هل يريد الدفاع أن يصور الحادث على أنه دفاع شرعي عن العرض أو المال؟ يا حضرات المستشارين، هل لمثل هذه المتهمة عرض يصان أو مال يسرق؟ لعله أراد أن يستغلها في أمر غير مشروع، أو لعله هدلها فدافعت عن نفسها. إن نظرية الدفاع الشرعي يا أستاذ يهدمها من أساسها أن المجني عليه قد أصيب في ظهره، أي أن المتهمة قد طعنته من الخلف، فأين هو الدفاع الشرعي؟ ثم إذا كان هناك دفاعا شرعيا فلماذا لا تتكلم المتهمة؟ لماذا لا تقول لنا ذلك؟ إن صمت المتهمة لا يجوز أن يكون دليلا على انعدام الدافع النبيل. نوب ليه يا أستاذ؟ لماذا يستنكر النائب المترافع أن يصدر عن هذه المرأة تصرف النبيل؟ ما أكثر ما تخفي الأثمال البالية نفوسا نبيلة. هل تعرف شيئا عن ماضي هذه المرأة؟ ماذا كانت في شبابها؟ ألا يجوز أنها كانت من عائلة كريمة ساقتها ظروفها إلى هذا المصير؟ إننا لو عرفنا الدافع إلى ارتكاب الجريمة لاستطعنا أن نحدد حقيقة موقف المتهم، فالدافع في مثل هذه الحالة قد لا يكون مجرد شفته وانا عارفاه، وهواه بيقول لي تعالي، وحروح له فين والسكة منين؟ ده حبيبي القلب الغالي، على بالي وشاغل بالي، على بالي وشاغل بالي. Thank you.
اشرح يا مدرسي. ممكن اشتري وردة؟ ما انت اشتريت خلاص. معلش في مانع اشتري كمان؟ يبقى كتر خيرك. تعرف ان صوتك حلو قوي. ميرسي. زي ما شفتكيش قبل كده. انا الدكتور احمد عبد الفتاح طبيب الجمعيه واعرف كل الاعضاء. لازم انت مشتركه جديد. انا ايوه احنا مشتركين بقالنا شهرين بس. يلا بينا بقى. ما بظن انت سيبت تاخدي فلوس. بس ممكن بما ان زميلك في الجمعيه اتشرف في معرفه اسم العضوه الجديده. فاطمه. ايوه فاطمه السيد بنت عبد الفتاح باشا السيد. تشرفنا. وحضرتك؟ انا سعاد صاحبتها. بنت مين؟ بنت عبد الحميد بيل القاضي. القاضي ايوه عيلة القاضي اللي في بني سويف. تشرف. اسمح لنا. اتفضلوا. انت ايه التلبيخ بتاعك ده؟ باشة ايه وبي ايه؟ انت طول عمرك هتفضلي فشارة؟ يا شيخة سيبك دي ليلة في العمر، هنخسر حاجة، خلينا نتبحبح. اوديني. مش عاوز تجري رجليك؟ قوي. بس مع مين؟ تروح تطلب بتاعت بني سويف وانا هطلب صاحبتها. يلا بينا. افرضي نعرف الحقيقه دلوقتي يبقى مركزنا ايه؟ وهما هيشوفونا فين تاني؟ مش جايز يجي سمعان ويشوفنا ساعتها يعرف ان احنا كدابين ومفشرين. الشيخ ابي قابليني. اسمحي يا مدموزيل. افندم. قصدي يعني تسمحي بالرقصه دي؟ سعاد. اسمحي نرقص سوا؟ قوي اتفضل. اتفضلي. شعور ان انا قابلتك وشفتك قبل كده. فين؟ فين؟ ازاي؟ وليه؟ وامتى؟ معرفش. الحقيقه انا كنت لا 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 ما تعبيش نفسك. انت قطعه ما شفتنيش قبل كده. امال شفتني فين؟ اقول لك يا ستي، انت سمعتي عن حاجه اسمها تناسخ الارواح؟ يعني يجوز نكون اتقابلنا في صوره تانية في عصر تاني قبل ما نتولد. هو حضرتك دكتور روحاني؟ ليه؟ علشان بتتكلم في الأرواح. قصدك يعني من الجماعة اللي بيحضروا الأرواح؟ الله. أمال إيه؟ لا أنا طبيب باطني. أنا آسفة يا دكتور. مدموزيل فاطمة، تعرفي إنك أنت أول واحدة أقابلها وأشوف فيها عدم التكلف والبراءة والصدق. أيوة والله العظيم أنا ما بحبش الكذب أبدا وطول عمري أقول الحق. دي من احسن الصفات اللي بتعجبني في الست. الواحد ياما شاف ستات كتير حلوين ومتعلمين ومن عائلات كبيره، ولكن عيبهم التكلف والغرور والفشل، والحاجات دي بتضيع 90% من قيمه الست. وده اللي خلاني ما اتجوزش لحد دلوقتي، مع اني يعني صغير. لكن انت مش كبير. طب تديني كام سنه؟ 35 سنه؟ لا هما 36 سنه وكم شهر كده يعني. انا لفيت جاردن سيتي مرتين دلوقتي وانتوا مش عايزين تقولوا بيتكم فين. اصل جاردن سيتي شوارعها اتوه خصوصا بالليل. لازم لسه ساكنين جديد. اسم الله عليك يا فاطمه، ما احنا قدام عمارتنا اهو. ايه الله، وساكته ليه ما تتكلمي؟ انت ادتوني فرصه اتكلم. احنا من ساعه ما ركبنا العربيه وانتوا نازلين رغي ولا كاني هنا خالص. طيب يا ست معلش حقك عليا. متشكره قوي، تصبح على خير. فاطمه فين هشوفك امتى؟ تشوفني؟ ايوه عشان نكمل كلامنا. اصلي متاسفه سعاد. وبعدين معاك يا فاطمه احنا اتاخرنا خالص. طيب على الاقل اعرف نمره تليفونك ايه. تليفون؟ تليفون يا خبر. انت عايز ماما تموتها؟ انما يعني اذا كان ولا بد هات انت نمره تليفونك وفاطمه تكلمك. صحيح هتكلمي يا فاطمه؟ تصبح على خير. مع السلامه. الله ترى يا استاذ فين نمره التليفون؟ تليفون؟ ايوه اتفضلي. ميرسي قوي.
مساء الخير يا عم. مساء الخير يا دكتور. خير يا ماما؟ انت لسه صاحيه؟ انت اتاخرت قوي الليله دي يا ابني. وانت عارفه الحفلات اللي زي دي. اتعشيت؟ الحمد لله اتعشيت. طيب روح نام وارتاح. تصبح على خير يا ابني. وانت من اهلي يا ماما. اذا يا دكتور احمد ربنا يرزقك ببنت الحلال. يا ريت يا دادا علشان قلبي يرتاح. بيخوف ده احمد زي الملاك. ولما الملاك ده يكتشفنا ويعرف ان احنا كنا بنغش ونكذب عليه، لو كان بيحبك هيقول دمك خفيف، وكان ما بيحبكيش يبقى يغور في 60 داهية بعد الشر كده. عيني يا عيني. هي الله السنارة غمزت. سنارة ايه؟ مش عليا انا الكلام ده. انتوا من ساعة ما شفتوا بعض وانتوا نسيتوا الحفلة واللي فيها. وهاتك يا رقص. ويجرى ايه لما نرقص؟ وانت كمان ما رقصتيش مع صاحبك. ايوه ايوه كنت عمالة ترقصي مع صاحبك. ايوه بس يعني انت عارفة ان قلبي مشغول وعباس حبيبي ساكن فيه. ثمنها كام دي؟ 15 قرش. ما تنفعش. ما تنفعش. ها؟ يا مدمازيل سعاد عندك يومين خصم. ليه يا فندم؟ يوم عشان سبت الزبون من غير ما يشتري، ويوم عشان اتريقتي عليه. يا فندم انا بقالي ساعة عمالة حايل وسايس فيه، مفيش فايدة. اتفضل. الله، قلت لك انا عاوز حاجة على ذوقك انت يا مدمازيل. كلهم كويسين، اللي تعجبك تشتريها. بس انا يعجبني يعجبني ذوقك انت يا مدمازيل. اتفضل. الله حلوة جدا، بس عشان من ايديك الحلوة. ميرسي. الخزنة هناك. كيف؟ مالك انت كمان؟ مفيش زبون يشتري من سكات ويمشي. كويس انه اشترى. الضرر البائع اللي ما اشتراش بيتخصم له يومين. انت اتخصم منك يومين؟ ايوه. مقصوف الرقبة المدير شافني وانا متضايقة من زبون ما اشتراش ويطلع عيني. وبعدين؟ ولا حاجة، فضلت وراه لحد ما لحس اليومين. انت ربنا يتوب علينا بقى من الشغلانه دي. هانت يا فاطمه. هانت ازاي؟ بكره نتجوز، وزي ربنا ما رزقني بعباس هيرقد. هو عباس طلبك للجواز؟ طبعا، ما دام بيحبني وبحبه. ما قلتليش ليه يا بكار؟ اصله بعت جواب لابوه منتظر الرد. اصلهم عيله غنيه خالص، عيله ذواتي قوي. الف مبروك يا سعد، ربنا يتمم بخير. بس يا فاطمه عقبالك. لما قولي لي انت مش هتتصلي بالدكتور احمد؟ مش عارفه يا سعد، انا فكرت كتير في الحكايه دي. قولي لي ايه رايك؟ انا رايي يعني انك تكلميه. هو مش ادانا نمره التليفون؟ اه. وقال لك كلميني. اه. يبقى خلاص لازم تكلميه احسن بعدين يا سعد. اكلمه اقول له ايه؟ قولي له قولي له ازيك. وبعدين تعيشوا بتبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. سعاد وتوتا توتا فرغه الحدوته. هنتغدى ايه يا سعاد؟ فراخ طبعا زي كل يوم. يلا يلا. الله، دماغك ناشفه قوي. واحد يكون وحياتك. ايوه حاضر. جاي مصطفى. ايوه مصطفى. يلا جاي. مصطفى مصطفى. ايوه حاضر. مخلوق. واحد يا عبده. ايوه جاي. ايوه مصطفى. الو. ايوه حاضر. اديني 50 34 بستان. ايوه جاي. عيادة الدكتور احمد بيه. الدكتور بونجور يا فندم. انا سعاد صاحبه فاطمه هانم.
ايوه ايوه ميرسي قوي. ايوه يا فندم هي هتكلمك. الو دكتور احمد ازاي؟ عندك حق حار. وانت كمان وحشتني. لا ما اقدرش اصل اصلي مشغوله. ايه بتقول ايه؟ بقول اني مصمم اني اشوفك طبعا النهارده. لا ارجوكي لاني مش ضامن اعيش لبكره لو مش شفتكيش النهارده. طيب طيب عشان خاطرك انا هفضي نفسي. الساعه 5. ايوه حاضر. فين؟ جاي كازينو الحمام. ايوه طبعا عارفاه. حاضر اروح. رجعت بعد 3 سنين من المانيا بعد ما خدت الدكتوراه وفتحت عيادة في مصر. وبعدين؟ وبعدين بقالي دلوقتي 3/4 ساعة اتكلم فيها عن نفسي. تفتكري ده عدل تعرفي كل حاجة عني ومعرفش حاجة عنك؟ عاوز تعرف ايه؟ كل حاجة عن ظروفك وحياتك. ما اظنش في حاجة تهمك. كل حاجة تخصك تهمني. أنا في الحقيقة دكتور أحمد كان لازم أقول لك لأني مكسوفة من نفسي ومن مكسوفه انك خرجتي معايا. يا ستي الدنيا اتغيرت، احنا دلوقتي سنه 30. لا انا عايزه اقول لك حاجه يمكن تخليك تتضايق مني. مفيش حاجه تضايقني منك ابدا الا حاجه واحده، انك تكوني مخطوبه او تحبي واحد تاني. ابدا انا ولا مخطوبه ولا بحب. خلاص ده كل اللي يهمني دلوقتي، وارجوك ما تقوليش حاجه تضايقني النهارده لاني سعيد، سعيد بوجودك معايا. عشان جايه للدرجه دي. لكن انا ما اعرفش ماشي. امال كسبتي ازاي؟ عشان انت واقف جنبي. هقف جنبك على طول طول العمر. اتفضل. الله شوف يا احمد قد ايه حلوين. حلوين قوي قوي. شفت ازاي؟ الوقت سرقنا بسرعه ونسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. السعاده هي اللي بتنسينا كل حاجه. أنا كمان كنت ناوي أكلمك في موضوع يهمني أحمد. موضوع إيه يا أحمد؟ قبلة، كنت عايزة تقولي حاجة؟ بعدين؟ بكرة؟ إحنا هنتقابل كل يوم؟ كل يوم وكل ساعة لحد ما نتقابل على طول، وأنا هنفترقش عن بعض أبدا. أحمد، أحياناً الإنسان بيتورط في حاجات كتير، وبعدين يندم عليها. لازم تعرفي إن قلبي هو اللي بيتكلم. أنا ما أقصدش أنت، أنا في حاجة يا فاطمة؟ بكرة أقول لك، تصبح على خير. وأنت من أهلك. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. تفضل. خمس دقائق تأخير. أنا أسف. مالك يا فاطمة؟ ولا حاجة. لا أنت مش زي عوايدك. في حاجة مضايقاكي؟ دكتور أحمد، أنا لازم أعترف لك بموضوع كان لازم أقوله لك من زمان. أنا مش بنت باشا ولا حاجة. أنا واحدة فقيرة يتيمة بشتغل بياعة في محل سمعان. كده يعني كنت بتضحكي عليا طول المدة دي؟ أنا أسف. حضرتك عارف إن سعاد هي اللي ورطتني، كانت بتهزر وأنا ما كنتش عارفة إن إحنا هنتقابل تاني ولا هيكون بينا. وبعدين؟ أنا أعتذر إذا كنت ضايقت. أوعدك إني مش هضايقك بعد النهاردة. عن إذنك. استني كده أفندم. أولاً أنا عارف إنك بتشتغلي في محل سمعان. ثانياً أنا كنت منتظر اللحظة اللي تعترفي لي فيها بنفسك. ثالثاً ده يدل على نبل أخلاقك. رابعاً أنا بحبك وعايز أتجوزك. موافقة ولا لأ؟ لكن أنا ما تقوليش حاجة. موافقة تتجوزيني ولا لأ؟ قولي أيوه. دي الكلمة الوحيدة اللي كنت عايز أسمعها منك. أيوه. موافقة؟ ما تقولش كده. أنا ما كنتش أخدك تسيب شغلك. ده إحنا بنمضيها هنا في مينا هاوس. ده أنا كل أيامي معاك شهر عسل. تحبي أوديكي فين؟ وديني مطرح ما توديني. وانا وياك ولا حسيت ابدا
حياك يرضيني وحياة حبك ونعيم قربك وحياة حبك ونعيم قربك إن كان أحل اوعى تصحيني سميك سمير لكن الباشا ابوك مرضيش وسماك احمد خلاص ابني اسمه سمير سمير احمد عبد الفتاح ربنا يكبر بخاطرك يا ابو سمير معلش 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 سعيدة يا سمسم
حبايب يا طنايا انت وكل امالي ومنايا انت سيد الحبايب يا طنايا انت وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوة في دنيا حلوة يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت وقالت معايا انت سيد الحبايب يا ضنايا انت من ابتسامك ومن كلامك فرحة عينيا قلبي بياخدني وانت في حضني تليفون علشانك يا هاني. عشاني انا؟ ايوه. طب خدي بالك من سمير. الو مين؟ عباس؟ عباس مين؟ عباس ابو الذهب اجوز سعاد. ايوه سعاد عبد الحميد. هي طلبت مني ان اكلمك بالتليفون لانها عاوزه تشوفك ضروري. اصلها عيانه، عيانه قوي. هي عندها ايه؟ ايوه طبعا عايزه اشوفها. اديني العنوان من فضلك. شارع جلال نمره 6 الدور الثاني. بانسيون السعاده. Thank you.
وحشاني قوي. زيك وزي تيزا. أنا زعلانة منك. تغيب عني الغيبة دي كلها ولا حس ولا خبر. وكمان داعي ما تبعتليش. لكن مين اللي قالك إن أنا هنا؟ أنا يا سعاد. وعرفت عنوانها إزاي؟ اللي يسأل طبعا ما يتوشي. والدكتور أحمد بيه راجل مشهور قد الدنيا. ليه عملت كده ليه؟ الله سعاد. لمصلحتك يا سعاد. أنت دلوقتي محتاجة العلاج والأدوية. وسبق قبل كده كلمتيني كتير عن فاطمة هاني منها تقدر تساعدك. لكن أنا ما كنتش عايزاها تعرف مكاني ولا تجيني هنا أبدا. أخص عليك يا سعاد، أنت أختي. أرجوك يا فاطمة، دي آخر مرة تيجي فيها هنا. الله، أنت بتعملي كده ليه؟ أنت زعلانة علشان جيتلك البيت؟ أبدا أبدا، أنا مش قادرة أفهمك إيه، بس روحي دلوقتي بيتك بسرعة. سعاد اعملي معروف يا فاطمة، أبوس رجلك يا فاطمة، أعملي أنا ما تجي يا فاطمة. ما تقعديش ما تكلميش نفسك، أنت لسه تعبانة. طب بسرعة يا فاطمة، بسرعة. ايه ده؟ ايه؟ هجيب لك الدواء. الله. فاطمة هاني. أفندم. ما تاخديش على خاطرك من سعاد. والله سعاد بتحبك ودايما تجيب في سيرتك. بس أصلها اليومين دولت حالتها صعبة شوية. خصوصا لما مات ابننا. يا حبيبتي يا سعاد. مسكينة. مسكينة أوي. والله الحاجة تتصل على الكافر. تصوري إنها ما بتكلمش حد أبدا. ولا بترضى تاكل، ولا بتشرب. وده طبعا أثر كتير أوي على صحتها وهي عيالها. بقى كل ده يحصل لها وأنا مش عارفة. ويا ريت هذا كده وبس. بكى تبصت ليها. هانجة. عاوزة تكسر الدنيا. عاوزة ترمي نفسها من الشباك. مسكينة يا سعاد، مسكينة. كيف يا فاطمة هانم؟ لا ميرسي، ما بشربش. عارفة يا فاطمة هانم؟ لولا العشرة وحنية قلبي، أنا كنت بلغت عنها وخدوها مستشفى المجانين. لا لا، اعمل معروف، حرام عليك. أنا هجيب لها أحسن دكاترة في البلد، وهجيب لها كمان الدكتور أحمد جوزي. جوزك؟ لا لا لا، أرجوك أبوس إيدك. ليه؟ في إيه؟ في إيه؟ دي كانت تموت نفسها. أصلها في الحقيقة محيراني، محيراني خالص. طب والعمل؟ والله ولا عارف أعمل إيه دلوقتي. أنا بفكر أوديها مصحة، بس المصحة مصاريفها كتير. مالكش دعوة بالحكاية دي. أنا هدبر المبلغ من تحت الأرض. بس أرجوك تاخد بالك من سعاد كويس. أنا بعزها خالص. دي سعاد في عينيا الاثنين. ربنا ما يحرمكم من بعض. كتر خيرك. تسمح لي اروح بقى؟ تمام كده. معلش. كتر خيرك. العفو. مع الف سلامة. شرفت يا انستي. ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. لكن اهو حصل يا دكتور. ومين اللي فضحتنا في الجرائد وفي الدنيا كلها؟ مراتك. ماما. عرضك وشرفك، شرفنا كلنا. هنودي وشنا من الناس فين؟ انا قلبي كان حاسس من الاول. ياما قلت لك ان دي الماما وملهاش اصل ومش هينبنا منها الا الفضيحه والعار. كفايه ماما، كفايه. احمد، اسم العيلة وشرفها بين ايديك دلوقتي يا حبيبي. طلقها، طلقها دلوقتي، دلوقتي حالا. وخد ابنك وسافر بره، سافر. Thank you.
بقالي أربع أيام بطلب منكم تتصلوا بجوزي الدكتور أحمد. تعالي أنت هنا قدامي، وأنت يا سعاد ما تسويش فرج. يا فندم نفذ أمر النيابة وخد دول كلهم رحلهم على السجن. حاضر يا فندم. يلا يا ست فاطمة، إحنا اتصلنا في بيت جوزك أكتر من مرة. شوية اللي علينا عملناه. الله، مش ممكن، إزاي؟ إحنا جالنا أمر من النيابة بالإفراج عنكم أنتوا الاتنين لعدم ثبوت تهمة ضدكم، لأن التحريات أثبتت صدق أقوالك يا ست فاطمة. وأنت يا سعاد، النوبة ديت مرضك هو اللي أنقذك، ابعدي عن الطيار ده أحسن لك. لكن في ورقة ست فاطمة لازم تستلميها قبل ما تمشي. اتفضلي أنت. ميرسي. قلتلوش انها بريئة، دي مظلومة ملهاش دعوة بكل اللي حصل، أنا المسؤولة مش هي، مش ممكن، مش ممكن. نعمة، نعمة. اسمي أمينة هانم. فين أحمد؟ فين أحمد؟ بتسألي عنه ليه؟ بسأل عن جوزي اللي سابني مرمية، وبدل ما يسأل عليا بعت لي ورقة الطلاق. وبعتها لك فين؟ في الاسم. اللي كنتي محجوزة فيه. أرجوك اديني فرصة أشرح لك الموضوع. الموضوع مش عايز شرح. لكن أنا طلعت براءة. فين أحمد علشان أقوله؟ أحمد طلقك خلاص. إزاي يطلقني من غير ما يعرف الحقيقة؟ طلقك عشان يخفف الصدمة اللي كانت هتقتله، عشان يصلح الغلطة اللي تورط فيها. يا ناس، التحقيق أثبت براءتي، ليه مش عايزين تصدقوني؟ أنا مظلومة، مظلومة. أنت فجرة يا هانم. خاينة. أنا عمري ما خنت أحمد ولا فكرت أخونه، وحياة سمير ابني. سمير ما بقاش ابنك. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ سمير مش هتشوفيه أبدا. أنت متي، فاهمة يعني إيه متي؟ سمير هيفضل ابني طول ما أنا عايشة، فاهمة يعني إيه ابني؟ ابني. امشي اطلعي برا. أنا مش قادرة أقنعك ببراءتي، لكن أحمد هيصدقني. قلت لك امشي اطلعي برا. مش ممكن، لازم أشوفه. بين ابني ابوس ايدك، بين ابني سمير دادا، بين ابني يا دادا. فين ابني؟ سمير مش هنا. طب هو فين علشان اروح له؟ عايز اشوفه، عايز اسمع صوته. قلت لك انت ميته بالنسبه لسمير. مش ممكن، مش ممكن تحرموني منه. سمير ابني ولازم يعيش معايا، وان برضتوش تدهولي هاخده منكم بالقوه، بالبوليس، بالمحاكم. سمير ابوه خده وسافر. لا لا مش صحيح. انت بتكذبي علي، انت كذابه، كدابة، كدابة. اخرسي يا مجرمة، انت 60 كدابة. بكرة في الفجر المركب هتقوم بيهم من اسكندرية على اوروبا. اوروبا. سمير، 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 سمير.
قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا حاجة. لازم ادور على شغل. خص عليك يا فاطمة. ما انا بشتغل اهو. والقرش اللي بيجيني بيقضينا. والقرش ده بيجيلك منين؟ من شغلك في الكباريه. تفتكر انا مرتاحة لشغلتك دي؟ انا اللي بشتغل مش انت. ومع ذلك ده اللي قدامي. كنا قايمين من الجوع بس. عندك حق. انا كنت فكرت اشتغل معاكي في الكباريه. لكن ما قدرتش. فكرت في ابني سمير لما يرجع، فكرت في سمعته. عملتي عين العقل يا فاطمة. سمير بكرة يرجع ومش هيقدروا يحرموكي منه لأنك بريئة ومظلومة. عشان كده أنا كل يوم بروح عند البيت هناك. يمكن يكون رجع. أنا لسه جاية من هناك دلوقتي. طبعا مقفول وضلمة. بس يا فاطمة بس تعالي. تعالي يا فاطمة اقعدي بس. بس يا فاطمة بس. وإيه آخرة العيادة؟ خدي يا حبيبتي. لا لا يا سؤال. حايدة فوق يا حبيبتي. لا. مش قادرة اسمع غصب عني. سمير ابني حتة مني. ازاي يحرموني منه؟ لكن ضروري هيسأل علي. مش كده يا سعاد؟ هيقول لهم في ماما. لكن ساعتها مش هيلاقيني. هيعيط. بعدين معاك يا يا حبيبي يا ابني. خدي دول كمان يهدوكي. لا 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 هيهدوكي بس خدي. لا اشرب. روقي دمك عشان خاطري. انا عايزه انزل. Thank you.
مش عايش من غيره. فاطمة مالك؟ ابني قطعني، انا اللي اديتك اول كاس. يا ريت ايدي كانت اتقطعت قبل ما اديتهولك. تعالي على ابني. طب تعالي. الله، حاضر. ابني كح. معلش. شوفي ابني، انا ما اقدرش اعيش من غيره. هيجيبوا له الدكتور؟ اه هيجيبوه على طول. حبيبي يا ابني. ايه ده يا سعاد؟ مش قادره افتح عينيا من النور. حبيبتي اصحي ساعه بعد 12. خبر دماغي هتتفرتك من اللي بتعمليه في نفسك. وانا بعمل ايه؟ بتشربي كل يوم لوحدك ازازه كونياك. وانا بشرب ليه؟ مش علشان انسى واتخمد وانام؟ ده لو كنت عارفه كده من الاول كنت شربت من زمان. يا حبيبتي الخمره اخرتها وحشه. انت عايزه تموتي نفسك يا فاطمه. عندك حق يا سعاد، ما انش الاوان علشان اموت. لسه املي ما تحققش، لسه سمير ابني ما جاليش وقال لي يا ماما. حبيبتي بس يا فاطمه. طيب انا نازله البروفة. بروفة؟ مش لسه بدري؟ هفوت على الدكتور. ليه؟ اصل جنبي طول الليل بينقح عليا ما نايمنيش. بعد الشر عليك يا حبيبتي. الشر عنك. مع السلامه. الله يسلمك. إن شاء الله بخير، بس لازم ترتاح وتداوم على الأدوية دي بانتظام. وخدي بالك كل ما يجي لها دور ضيق التنفس تكسر إزازة من الدواء الأخراني ده وتشممها لها عشان يفتح شرايين القلب ويريحها. Thank you.
ارتحتي. فاطمه انا بتعبك معايا قوي. ما تقوليش كده يا سعاد، احنا اخوات. نامي يا حبيبتي ارتاحي ارتاحي. ست محاسن صاحبة الصالة. نهارك سعيد. اهلا وسهلا افندم. انا جايه من طرف سعاد، اصلها تعبانه قوي محتاجه الادويه ومصاريف، وبعتني علشان اطلب سلفه. انا شاطره مش فاتحه جمعيه احسان. لكن دي بقالها شهرين عيانه، واول ما تخف هتشتغل وتسدد لي. ما كانش ينعز. اسمعي يا عروسة، تعالي. أفندم، لما ساعات بتهمك للدرجة دي ما بتديهاش انت ليه؟ يا ريت، اللي كان عندي كله راح. طب ما تشتغلي عندنا في الصالة وانا مستعدة اديكي اللي انت زيه. اشتغل؟ اشتغل ايه؟ اشتغلي زي صاحبتك سعاد. انت صغيرة حلوة ومش ناقصك حاجة ابدا. كتر خيرك. فكري على مهلك، الفلوس والشغل تحت امرك في اي وقت. فكري كويس. سعاد مالك؟ مالك؟ الدواء خلص، هدي الدواء بسرعه من اجل خيرك. بسرعه يا فاطمه هموت. هجيب لك الدواء حالا حالا. Thank you.
خطوه. انت ايه اللي جابك هنا؟ برضه كده الناس تقابل اصحابها؟ انت ليك عين توريني وشك؟ مش كفايه اللي جرالي بسببك؟ عايز ايه مني تاني؟ اتفضل اخرج بره. ودي تيجي برضه؟ اسمعيني كويس وفهميني يا بنت الناس، انا قصدي شريف. انا مش عايزه منك حاجه، مش عايزه اسمع منك حاجه. كده؟ خساره يا ميت خساره. وانا اللي قلت لنفسي يا واد يا عباس قال لي ما فيها تروح تدور على فاطمه، يمكن تكون محتاجه حاجه. انا مش محتاجه لحاجه، ابعد عني. يا فاطمه انا قصدي شريف. اخرج. اقفل الباب بلاش لعب عيال. كده؟ يعني مش عايز تخرج؟ بكر يا بكر. تعالي ناس الشمس. تعالى خرج الراجل ده من هنا. وقف، هو فين؟ مين؟ عباس بيه؟ لا مؤاخذة عباس بيه، مش واخد بالي، ده حضرتك بتحبني، والله العظيم انت صاحبي، لا مؤاخذة يا بيه، انا ده عباس بيه صاحبي، لا مؤاخذة عباس بيه. ابعد عني، ما تمسكنيش، سيبني يا مجرم. انت يظهر ما تعرفينيش كويس. انا هعرفك بنفسي عشان ما تغلطيش معايا مرة تانية ونخسر بعض. انا عارفاك كويس. يا فاطمة انا ماليش ذنب في اللي حصل لك. انا كان قصدي شريف. وقصدك الشريف ده هو اللي خرب بيتي وحرمني من ابني طول العمر، مش كده؟ هو احنا الاتنين دلوقتي بقينا في الهوا سوا. انا كمان خدوا مني فلوسي وسجنوني. عشان كده انا جاي اتفق معاك نحط ايدينا في بعض ونرجع اللي خسرناه. تعرف ان ما خرجتش من هنا انا هندهلك البوليس. اسمعي انا طولت بالي عليك كتير قوي. انا ما اتخلقش اللي هو فصالي. انا معروف كويس في اعمال الدين ومصوجر في الصلاه زي الجنيه الذهب. البنات اللي زيك بيدفعوا لي فرده من كل قبضيه. فرده؟ ليه بقى؟ عشان بحميهم. بتحميهم من مين؟ من ولاد الحرام اللي زيي. وهم مين بيحميهم منك؟ انا برضه. يعني انت عايزني ادفع؟ يا اخي ده بعدك. هتندمي يا فاطمة. ليه بقى؟ صعبان عليا العينين الحلوين دول والوش الابيض اللي زي طبق القشطة. ديتهم نص فرانك مية نار ويتشلفطوا. ده انت تروح في 60 ده. وانا مالي وانا هعمل حاجة؟ انا هبعت لك عيل صغير يطصك في خنقتك ويجري ولا من شاف ولا من دير. قلت ايه؟ بكرة بالليل هستنى الفلوس، يا تدفعي يا ابعتلك العيل الصغير. لحد دلوقتي زهقت من القعده، بقالي 3 أشهر وزياده راقده. ما دريتيش؟ خير. عباس ابو الدهب ماله؟ ظهر النهارده. شفتيه فين؟ في الصاله. رجع لشغلته القديمه. فاطمه احنا لازم نسيب الصاله. ليه؟ نشتغل في اي صاله تانيه. انت دلوقتي بقيتي مغنيه كويسه وكل الصالات تتمناكي. احنا هنفضل نشتغل عند محاسن. انت خايفه منه ليه؟ هو لو عندك حاجه ده كلب ولا يسوى. قطع. انا اتمنى العمى ولا اشوفوش. هو انا انسى اللي حصل منه؟ انسى يوم ما هربت من جنبك بالليل ورحت له عشان يتجوزني زي ما وعدني، ضحك عليا وطردني من بيته في نص الليل، ولولا ان ابني مات من رحمه ربنا كان زمانه عايش ملوش اب. رفض يتجوزني الندل، خلاني عايشة معاه من غير جواز لحد يوم المصيبة اللي حصلت لك، وأنا كنت السبب. ربنا ينتقم منه. على العموم أنا بهدلته النهاردة في الصالة وفهمته إنه مش هيقدر ياخد مننا مليم واحد. خده ربنا. أنا هنزل الشغل معاكي بكرة. لا يا سعاد، أنت لسه تعبانة، ارتاحي لك كمان يومين تلاتة. أنا عارفة عباس كويس، لا يمكن أسيبك معاه لوحدك. أنا قد قدود، أنا ما يهمنيش حاجة أبدا في الدنيا دلوقتي. لا يا فاطمة، انت ليك ابنك وربنا بإذن الله حينولك أملك ويرجعه. الكلام ده كان زمان يا سعاد. أنا دلوقتي مش فاطمة بتاعت زمان، أنا شمس المغنية في الكبريهات. مرضاش أبدا لابني سمير إنه يكون له أم زي يا ولاد. أوعي مينك، أوعي مينك، أوعي
عشان حالتك. بالحضن بالحضن يا حبيبتي، وحشتني عيادة. لا يهمك الصورة، سيبني أقولك. لا 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 لا، حتى أنت كمان يا سعاد. أنت جاي هنا ليه وعايزي؟ جاي لك أنت، عايزك أنت. هدي نفسك هدي نفسك، ما تخافيش. روحي شوفي لنا كوبايتين عشان نشرب كاس سوا. انت نسيتي ولا ايه؟ انا لو انسى الدنيا كلها ما انساش اجرامك وسفلتك. كده ده انت حافظه كويس قوي. هي فاطمه حفظتك الدرس ولا ايه؟ الدرس اتعلمناه على ايديك اللي عايزه اقطعها. ما بلاش قله ادب بقى. انت لو تعرف انا جاي لك عشان ايه؟ ما كنتش قلت كلمه من اللي انت قلتيهم دول. يا فندم اهو كده نعرف نتفاهم. اقعدي. مش قاعد. بلاش وعد. انا يا سعاد قصدي شريف، وبحبك وعاوز اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه، على سنه الله ورسوله. لا يا شيخ، من امتى؟ تكونش فاكر ان تحت القبه شيخ؟ اطمن، انا وفاطمه ما حلتناش ولا مليم. طب ومال؟ انت وفاطمه كفايه عليا، انا مش طماع. كده يعني عايز تتاجر فينا احنا الاثنين؟ يا بنت الحلال، وانا قلت كلمه من اللي انت بتقوليها؟ اخرج بره يا مجرم، اخرج. ما قلنا بلاش بقى قله عرب. الله، اطلع بره، مستني ايه؟ بلاش جواز، اتبسطتي؟ بس يكون في علمك تقولي لصاحبتك انها تحضر المعلومه اللي لادي. طلع نقبك على شون. حب اقول لك اني راجعه الشغل اللي لادي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اعمل حسابك انت كمان هتدفع المعلوم. ولا اقول لك انا حاسب لك انت اول قضيه عشان ايمن العايم. لا والله فيك الخير. شفت ازاي انا قلبي حنين؟ اتفضل اخرج بقى لاني مانيش فاضيه لك. غابت، كلميني منك. انت نسيتي مننا وبين بعض؟ طب عارف لو انت عايش من بالك؟ علي معروف كل الناس. اسمعي كلامي من بالك. حظك وحش. وبعدين معاك عايز ايه مني تاني؟ ما تخافيش، عاوز الحاجه اللي جبتها خساره فيكي. الفلوس ولا مش هيحصلها؟ طيب طبعا عيبس، احسن يطمع فينا الكل وبعدين ما نعرفش نكلمه. جاي. عندك حق. اهي جاي اهي. الفلوس اللي قلت لك عليها؟ ما جبتش حاجة ومش هدفع حاجة، ابعد عني غور من وشي. طب وطي صوتك وطي صوتك. بعدين هنبقى نتحاسب. ما نتحاسبش دلوقتي ليه؟ خايف من ايه؟ خلاص يا بنت، انت بتعلي صوتك عليا، هتدفعي رجلك فوق الارض. وحياتك ولا واحدة في الصالة هدفع لك بعد النهاردة. بقى كده؟ أيوة، وريني شطارتك إن كنت راجل. بقول لك اسكتي. مش هسكت يا عواطلي يا وطاجي يا اللي عايش على قفل البلطجية. الحكم في قضية مصر على قصة عماد الدين، الأشغال الشقة المؤبدة لعباس أبو الدهب وجميع أفراد عصابته. الحمد لله استريحنا منهم، أهم غاروا في 60 داهية مطرح ما راحوا. Thank you.
حاضر. تعالى يا بطل. نعم. روح لحد قهوة بايرن ونشوفه، وما تسيبهاش إلا ما تيجي. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. ست شمس نمرتك نمرتك يا ست شمس. ومضى 20 عاما من الشقاء والحزن. انت اللي هتتاخر على المحكمه بتاعتك. استاذ سمير الغرفه عشان حضرتك. شكرا. خير يا ترى من مين؟ ان شاء الله خير. الله ده من عايده كده. هات بابا. يمكن في سر. على بابا. اسمع يا سيدي، الاستاذ سمير المحامي. كل سنه وانت طيب. اصل ظهر اليوم انا والعائله الاحتفال معك بعيد ميلادك. عايدة عال الليلة هعلن خطبتكم. اركب بالمرة فوت على محلات دينوس نختار الجهاز. Thank you.
جماعة، الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أعلن لكم خطوبة ابني سمير على الأنسة عايدة يسري. وبإذن الله حفلة الجواز قريب جدا إن شاء الله، كلكم مدعوين. مبروك يا سمير. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا عيد. الله يبارك فيك يا عم. فلوس اهي. أم غريبة تضحك؟ أنت بتضحك؟ أنا خلفته أول مرة في الحياة اللي أشوفك تضحك. أنا الليلة دي مبسوطة أوي. أنا أسعد واحدة في الدنيا. خمسين يا أمي.
خير يا ست فاطمة. انت مين؟ عباس. عباس ابو الدهب. عباس انت خرجت انت من السجن من شهرين. يا سلام، ده الزمن وحش قوي. معلش بكره هتتعدل يا فاطمه وهتبقى معدن. انت دلوقتي تتقلب بالميات بالالوف. انا نسيت انت مين؟ عشان طب وقبل قصدك ايه؟ انا قصدي شريف، قصدي مصلحتك. انا مش فاهمه حاجه. هي الخمره تخلي الواحد ينسى نفسه؟ اه ما هو البركه فيك. عايزه تعرفي انت مين؟ انت فاطمه هانم، مرات الدكتور احد الفتاح من كبار حكم البلد، فهمتي؟ وكمان ام الاستاذ سمير المحامي. هنغرق فلوس يا فاطمه، هنغرق فلوس. وهي فين الفلوس دي بقى؟ في جيب الدكتور احمد عبد الفتاح جوزك سابقا. واحمد ماله؟ الا ماله، ده ماله نص، ده ابو ابنك ما يرضاش انه يعيش في عز وبغداده وانت بالشكل ده. وهو هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يساعدك، يخرجك على وش الدنيا بدل ما انت مدفونه بالحياه هنا. وهو هيعرف منين؟ انا مفيش حد يعرف عني حاجه ابدا دلوقتي، حتى اسمي الناس نسيته. قولي له انت. انا ده انا ينقطع لساني. يا وليه يا وليه، فوق نفسك، ده انا جايب لك كنز كنز. انا عندي اموت من الجوع، ولا انه يعرف انا عايشه ازاي دلوقتي. انا ميتة في نظره، مش عايزة اتحرم من رحمة يطلبها لي. كلام فارغ اللي انت بتقوليه ده، ده كلام لا يوكل ولا يشرب. يا بنت الناس، حد يلاقي النعمة قدامه ويرفصها برجله؟ ابعد عني يا عباس، ابني في حالي. على كل حال انت حرة، انا هعمل الشغلانه دي لوحدي وخليك انت بعيد، وبعدين نبقى نقسم بالنص. شغله ايه؟ هتقابل مع جوزك واتفاهم معاه، وهو كله نظر بقى. احمد هيطردك، احمد ما يكلمش واحد زيك. ساعتها يا ستي بلاش هو، اروح على طول للاستاذ سمير وتشوف بقى قلبه الحنين هيعمل ايه لما يعرف ان امه عايشه وما ماتتش زي ما قالوا له. انت ايه؟ نفسك ايه؟ انت مش بني ادم، ما عندكش دم يا شيخ، خاف من ربنا. مش كفايه اللي عملته فيا انا وسعاد؟ مش كفايه انك السبب في خراب بيتي؟ ده انا استحملت ده كله وقسيته علشان خاطر ابني. جاي دلوقت عايز نهدم كل اللي استحملته وقسيته؟ ده انت لو عملت كده موت نفسي قبل ما توصل له. كلام فارغ اللي بتقوليه ده. حرام عليك، انت عارف ظهوري في حياة ابني فضيحة، فضيحة كبيرة له. ليه عايز تحطم مستقبله وسعادته زي ما حطمتني؟ على كل حال فوتك بعافية. ده مش هتروح له يا عباس؟ لا
ليه بقى؟ أنا حر. يعني ناوي تعملها؟ لكن ما عملتهاش أبقى عبيط. إذا كنت امتيانة الناس مستغنية، أنا محتاج. دي فرصة ما تتعوضش يا عبيطة. مش هتخرج يا عباس. ده بيتهيألك يا فاطمة. قلتلك مش هتخرج. ابعدي عن سكتي بقولك. عشان يدافع عنك الأستاذ سمير عبد الفتاح. هسيبكم لوحدكم شوية عن إذنك. اتفضل. اتفضل استريح. اتفضل. افتكر ما عندكيش مانع اكون المحامي بتاعك. كتر خيرك يا ابني. انا ما طلبتش حد يدافع عني. ما هو لازم يكون في محامي يقف جنبك ده من مصلحتك. هتتعب روحك من غير فايده. انا قتلت واعترفت. مفيش داعي للياس. ولازم يكون في سبب خلاكي قتلتي. لا مفيش سبب. مفيش حد بيقتل من غير سبب. أرجوكي ما تخبيش عني حاجة أبدا. أنا جاي أساعدك. مش هتقدر. ليه لأ؟ مش جايز ألاقي طريقة أخفف بيها الحكم عليكي؟ ومين عارف يمكن نوصل للبراءة. مفيش فايدة يا ابني. أنا مش فاهم ليه مش عايزة تتكلمي؟ ليه مش عايزة تدافعي عن نفسك؟ ليه مصممة على إنكار شخصيتك؟ يبقى في سر عندك أهم من حياتك. أرجوكي قولي لي إيه السر ده؟ مفيش أسرار. طيب بلاش. في حاجة واحدة عايز أعرفها. ايه اللي ودى عباس ابو الذهب عندك في البيت في الليله دي؟ كان عايز منك حاجه؟ هددك بشيء مثلا؟ ارحمني ارحمني. ما انت بسكواتك ده بتعرضي نفسك لحبل المشنقه. يشنقوني يعملوا فيا اللي هم عايزينه. انا عايزه اموت. ابوس ايدك. سيبني الحالي قبل ما اروح. يا ست العفو العفو. أرجوكي بس تفهميني. اعتبري إن إحنا أصدقاء. أنت مش متهمة وأنا مش محامي. اعتبريني مثلا بعرفك من زمان. احكي لي تاريخ حياتك، اشكي لي همومك. اعتبريني زي ابنك. اسمح لي امشي.
أنا تعبانة وعايزة أرتاح. أنا كان قصدي مصلحتك، لكن مع الأسف ما قدرتش أخليكي تتكلمي. أنت ليه مهتم بالقضية دي؟ عندي إحساس داخلي إنك مظلومة، وفي الوقت نفسه كان عندي أمل إن هبقى محامي كبير لو كسبت القضية دي، عشان أقدر أسعد إنسانة عزيزة عليا، خطيبتي. يا ريت تشوف قضية غير دي. دي قضية خسرانة يا ابني. على العموم أنا هأدي الواجب اللي عليا، وربنا معانا. افسحوا لي صدوركم. احنا افسحنا صدرنا خالص يا استاذ، لكن المتهمه مش عاوزه تساعدنا ولا تساعدك. ومع ذلك فلن اتخلى عنها. انها لو تكلمت لجعلت مهمتي سهله، وكل ما ارجوه منها الا ترد يدي الممدوده اليها وان تتكلم. انا هتكلم. عاوزة تقولي ايه؟ انا كنت ساكتة علشان احمي الناس اللي اعز عندي من حياتي ونفسي. انا كنت زوجة وام، وجوزي طلقني بسبب تهمة انا كنت بريئة منها. اخد ابني وسافر وحرمني منه، ولما كبر فهموا ان امه ماتت، ومرت السنين وابني كبر وبقى راجل محترم. وبعدين جالي عباس ابو الدهب طلب مني اننا نروح لابني وابوه ونعرفهم بنفسي علشان ناخد منهم فلوس. طبعا رفضت. لما رفضت هددني بانه هيروح لوحده ويكشف سري لابني. مسكت فيه، منعته، زقني، رماني على الارض. ساعتها ما حسيتش بنفسي، قتلته علشان احمي ابني من الفضيحه والعار. إذا كان كلامك ده صحيح، قولي لنا مين هو جوزك ومين هو ابنك؟ اتكلمي. قولي للمحكمة مين هو ابنك وجوزك. أرجوك تتكلمي. ما أقدرش أقول. مستحيل. يا حضرات المستشارين، لو كان كلامها صحيحاً لذكرت لنا اسم هذا الابن المزعوم. ولكن هل من المعقول أن تكون مثل هذه المرأة القاتلة المنحلة زوجة لرجل محترم أو أما لشاب مرموق تريد حمايته؟ إنها تريد اليوم أن ترتدي ثوب النبل والبطولة، فتزعم أنها قتلت لكي تحمي ابنها من التهديد. أين هو هذا الابن؟ أين هو هذا الزوج يا حضرات المستشارين؟ من هو؟ من عساه أن يكون؟ أنا. أنت مين؟ أرجو من المحكمة إنها تسمع شهادتي. عندك معلومات في القضية؟ أيوه، عندي الدليل على صحة كلام المتهمة. طب احلف اليمين. والله العظيم أقول الحق. اتفضل، عاوز تقول إيه؟ ما تقولش حاجة، اسكت أرجوك. اسكت أنت، خلي الشاهد يتكلم. سوف أروي للمحكمة قصة المتهمة لأني أعرفها وعندي الأدلة على كلامي. حضراتكم هتتأكدوا إنها زي ما قالت، كانت زوجة وفية وأم صالحة
ولكن زوجها ظلمها ورماها في الشارع، ولما عرف انها مظلومه حب يصلح غلطته فدور عليها ما لقاهاش، اعتقد انها ماتت لحد ما شافها النهارده بتضحي بنفسها علشان تحميه وتداري عليه هو وابنه. تقدر تقول لنا مين هم جوزها وابنها؟ انا الزوج اللي ظلمها وابنها هو نفس المحامي اللي بيدافع عنها من غير ما يعرف انها امه. رفعت الجلسة. قد انتهى دوري يا حضرات المستشارين، وجاء دوركم لتقولوا كلمتكم العادلة في هذه السيدة المسكينة التي قست عليها ظروف الأيام فكانت حياتها سلسلة من الآلام والشقاء. إن التحقيق العادل الذي أجرته المحكمة بعد أن انكشفت أمامها الحقائق الأخيرة قد ألقى الضوء على حقيقة الحادث، ولم يبق لي إلا أن ألتمس منكم أن تستعملوا معها الرأفة إلى أقصى حد يبيحه القانون. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة، أطلبها باسم العذاب الطويل الذي احتملت، أطلبها باسم أعوام الفقر والجوع والحرمان، أطلبها باسم الأمومة التي دفعتها إلى إراقة الدم لكي تحمي ولدها. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة المسكينة، أطلبها لأمي. الحكم يصدر بعد المداولة. المحكمة حضوريا على المتهمة فاطمة السيد الشهيرة بشمس بالحبس 6 أشهر مع الشهر. انت خلاص قضيتي المدة وهتخرجي معانا حالا دلوقتي. الحمد لله الحمد لله.